اهلا بيكم في حلقه جديده في برنامج ملي ليك. ملي ليك ايه اكتر طلب الفانز بيطلبوه منك لما بيقابلوكي او لما بيبعتوا لك على انستغرام او اي حاجه؟ لما بيشوفوني بيبقى سيلفي. نتصور؟ اه مفيش حد في مره قال لك تعالي نصور فيديو وقولي كل سنه وانت طيبه لحد او لا؟ في ساعات بيبعتوا لي على انستغرام والله. طب سلمى ايه اغرب ريكويست جالك؟ في ناس بتبعت لي ان هم يعني they're asking me out for a date for a coffee وانا يعني اللي هو مستحيل اخرج مع حد عمري ما شفته في حياتي. ممكن يبقى اي حاجه يعني قتل قتلة عرفني. اكيد مش يعني انت اكتر حاجه اكستريم في بس قتلة صح. دي الحاجات اللي بتطلب مننا. احنا بقى هنقول حاجات احنا اللي مطلعينها في بيس كيك بنفسنا، يعني دي مش طلبات طبيعيه يا جماعه، ده احنا اللي كاتبينها. فايه وانت هنديها تويست، بس اول راوند هتبقى من غير تويست. اول راوند معانا هي قولي لاخت يمنى تبطل تسرق هدوم يمنى. طب يا اخت يمنى بطلي سرقه هدوم اختك عشان ما تهزقيش. دي جاي ده حته طلع انسايت من اخوات دي. ماشي هتقول نفس الكلام، قول لاخت يمنى تبطل تسرق هدوم يمنى. اوكي يا اختي يمنى، حرام عليكي حرام عليكي تقطعوا في بعض عشان هدمه قماشه تقطع قماشه العيله كلها ليه؟ ده انتوا اصلا مش نفس المقاس. طب ليه؟ طيب ليه؟ كفايه هدمه. لا بقى احنا معاه في التيم بصراحه يا جماعه. اتس نوت فير يعني انت قاعدني قدام صوفي ويايا ومنزلني في منافسه، اكيد يعني هخسر. راوند 2 عايزك تقولي لجوز مروه انها حامل وان حماته هتعزل عندهم والتويست. اوكي وانت بترقصي. جوز مروه عايز اقول لك الخبر الاول وحش قوي. حماتك هتعزل ليه بقى؟ عندك عشان مرمر. مبروك حامل. الله هايل. هو تلاقيه بيعيط بنص وبيعيط حماتي. يايا انا هعملها ازاي؟ عايزك تقول لجوز مروه انها حامل وان حماته هتعزل عندهم وانت في برنامج جوائز. انت برنامج جوائز حلو ده حلو. جوز مروة مبروك، كسبت معانا بيبي جديد عشان مروة حامل، ومش بس كده حماتها كمان جاية تعيش معاكو. شكرا شكرا يا ولاد اللذيذة. واضحة لا واضحة صراحة يا رعصتي وساعدتيني. ماشي مفهوم. راوند 3 قولي لسمير ان ايمن عايز يستلف منه فلوس. تويست ايه بقى وانت مذيعه؟ ولقد كان خبر اليوم فازع ومؤلم لسمير جدا لان صاحبه مين؟ ايمن. لان صاحبك ايمن مزنوق في كام قرش ويا ريت تسددهم في اسرع وقت حالي. وشكرا. شكرا. كانت معكم سلمى ابو ضيف من الجونه. الجونه ازاي؟ الجونة. هتقول سمير ان ايمن عايز يستلف منه فلوس وانت في مشهد بتموت. بتموت وانا بموت. وده اخر خبر محتاج تقوله ان ايمن عايز فلوس من سمير. استحضر بس استحضر. بيريح مش بيموت. بيب 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 سمير بيب 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 سمير ايمن ايمن بيقول لك انه اهو ما قالوش انه عايز فلوس. ايوه عايز منك فلوس ايمن. انا كانت عاجباني اكتر لما ما قالوش. انا هديله بوينت. دي انت تديله بوينت؟ صافي بصراحه برافو. انا اديهالك برافو صافي. سلمى انا عايزك تقولي لرامي يقوم يذاكر له كلمتين ينفعوا وانت عايزه تعتصي. رامي قوم ذاكر لك كلمتين ينفعوا. يا رامي رامي يا ابني
الكلمتين اتشي فاو ينفعوا خلاص عصرية قوي ينفعوا عايزك يا ايوه تقول لرامي يقوم يذاكر له كلمتين ينفعوه وانت مكسوف حبتين وانا مكسوف حبتين مكسوف حبتين بس ماشي رامي بس انا كان عارف انه طلب رخم بايخ شكلي فيه ماما سنه بس يعني من شاب بيحب يهزر لشاب بيحب يلعب وما يذاكرش قوم ذاكر لك كلمتين ينفعوك كلمتين ينفعوك انا هديها لسلمى انا بعد اللي عملته ده هديها لسلمى على طول اكيد سلمى تمامك سلمى ابو ضيف واضحه صح بركي العاطف عشان خرج من العمليه وانت بتتكلمي عربي متكسر عربي متكسر عربي متكسر يا عاطف احب اقول لك مبروك 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 عاطف انك عملت عمليه الالوز وان شاء الله تقوم بحلف سلامه حلف ما شاء الله عليك بارك العاطف عشان خرج من العمليه وانت اسامه منير وانا اسامه منير أسامة منير صعبة أوي يا عاطف أحب أقول لك ألف 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 مبروك يا حبيبي في ناس بتتخرج من الجامعة في ناس بتخرج في ديت بس أنت خرجت من عملية متعبة أوي عملية القلب علشان كلنا بسنا نحس ببعض الحمد لله الأورطة مش في ورطة وفاصل صغير ونخش على طبيب جراح لجورج وصف جامد ايه ده هنعمل ناخد ال ايوه يا جماعه خير ما انا عارفه خير انا احتفل كاني عملت مجهود في الحلقه دي بالظبط ان احنا نكسب حلقتكم مع على فكره انتوا اللي كسبتوا ايوه التيم بتاعكم اللي كسب ايوه انت لسه واخده بالك ما احنا كسبنا احنا احتفلنا قعدنا نسقف ايوه